منذ بداية شهر آذار من العام الحالي باتت الحالة الاقتصادية في فلسطين متأرجحة على غرار ما يحدث في العالم ككل بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا. الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين أشار إلى أن خسائر الاقتصاد للعام 2020 تقدر بملياري دولار أمريكي ونصف مقارنة مع عام 2019. تقارير هي تقارير رقمية أكثر منها ملامسة للواقع بصراحة. التوقعات أن يزيد هذا المبلغ بكثير، وفي توقعاتي الشخصية أن الأمور قد تزيد عن 3 مليار. حتى اللحظة البوادر الاقتصادية للتعافي غير موجودة، بالعكس الأمور تزداد سوءا. وتشير الإحصائيات كذلك إلى انخفاض الطلب على البناء بنسبة 45%، كما انخفضت كميات الإنتاج الصناعي بشكل عام في الوقت الذي تراجعت فيه مستويات أسعار المستهلك في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري. هاي مشكلة كبيرة وعمالها بتتفاقم، بتزيد البطالة في البلد، بتزيد موضوع البضائع، يعني في تكدس في بضائع، فيش أسواق، ما في حركة ولا الأمال، يعني بيع ضنين، إلا شيء بسيط يعني بابوش بلاد صغير 10 شيك، زنوب 10 شيك، هاي الماشي بس. وصل معدل البطالة في الربع الثاني من عام 2020 إلى 27%، إذ ارتفعت أعداد العاطلين عن العمل بشكل ملاحظ في القطاعات كلها. أوضاع اقتصادية متردية بحاجة إلى خطط حكومية عاجلة لإنقاذ ما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني ومعالجة ما مضى. من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، رائد الشريف، الغد، فلسطين.